هي الأزمة الأصعب التي تواجه حكومة حزب العمال، وصارت أكثر صعوبة بعد اندلاع الاضطرابات العنيفة التي أخذت شكل معارضة الهجرة غير القانونية. فبعد تعهده في حملة انتخابية بمعالجة هذه المعضلة الخطيرة، حزب العمال الحاكم يعتمد تدابير جديدة لتفكيك شبكات تهريب البشر التي ابتليت بها المملكة المتحدة لفترة طويلة. كجزء من هذه الاستراتيجية، سيتم نشر 100 ضابط استخبارات جديد لاستهداف وتعطيل عمليات عصابات التهريب التي تسهل الدخول غير القانوني إلى البلاد. من المهم أن يكون لدينا قيادة جديدة لأمن الحدود، وتتخذ الإجراءات اللازمة في الداخل والخارج مع شركائنا حتى نتمكن من تعطيل عمل هذه العصابات الإجرامية الشريرة والتأكد من أنها لا تقوض أمن حدودنا. ولكن في الوقت نفسه، زيادة معدل العودة إلى أعلى مستوى في 5 سنوات حتى يتم إبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء هنا من بلدنا. مركزان لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين سيعاد فتحهما لتحقيق هدف الحكومة بسرعة وفعالية في إبعادهم وضمان إنفاذ قوانين الهجرة بصرامة. إجراءات وزارة الداخلية الجديدة انتقدها حزب المحافظين المعارض قائلا إنها ليست جادة في التعامل مع مهرب البشر أو وقف القوارب، فيما هيئات الدفاع عن اللاجئين تدعو الحكومة إلى دعم العودة الطوعية لطالب اللجوء المرفوضين أو توفير طرق آمنة لدخول اللاجئين إلى البلاد.